السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نتكلم عن أصحاب المصلحة في المشروع أو البروجكت ستيك هولدر. هنلاقي إن إحنا عندنا أبوينتينج بارتي، ده اللي بيشمل أي كلاينت، أي عميل، أي بيلدينج أونر مالك المبنى، إند يوزر مستخدم المبنى، ذا أونر أوف ذا بروجكت مالك المشروع. فالأبوينتينج بارتي بيستلم أو بيدير جميع المعلومات وكذلك الأعمال والخدمات المقدمة من البروجكت ستيك هولدر الآخرين. طيب هو بيكون مسؤول عن ايه؟ الابوينتنج بارتي بيبقى مسؤول عن ايه؟ مسؤول ان هو بيعمل البروجكت انفورميشن ريكويرمنت البي اي ار، بيعمل معايير المشروع، بيحط الاجراءات لانشاء وتقديم المعلومات، بيعمل تحضير للتسليم الصحيح للمعلومات لفريق التسليم، يعمل انشاء للكوماند داتا انفايرمنت، بيستخلص الدروس المستفاده من الابوينتد بارتي، ده اللي هنتكلم عليه. بعد كده هنلاقي نفسنا بنتكلم على الليد ابوينتد بارتي، وده بيتم تعيينه مباشره من قبل العميل، من الكلاينت هو اللي بعينه، وبعد كده بيبقى دوره الكوردينيتور او المنسق بين الدريفت تيم والابوينتنج بارتي، ويقدر هو يسند مهام معينة للابوينتد بارتيز. من ناحية العملية الليد ابوينتد بارتي بيعتمد على طريقة التسليم للمشروع. فمثلا في طريقة الديزاين اند بيلت ديليفري، المقاول العام هو بيتحمل جميع ادوار التنسيق والمسؤولية وكل حاجة، لكن في الديزاين اند بيلت اللي هي طريقة التسليم التقليدية ممكن يكون في طرف رئيسي معين لأعمال التصميم زي مثلا مكتب معماري، وطرف آخر معين رئيس المشروع اللي هو الجنرال كونتراكتور أو المقاول العام. طيب إيه المسؤوليات بتاعة الليد أبوينتد بارتي؟ بيعمل إنشاء للبيم إكسكيوشن بلان، هو اللي بيحط خطة تنفيذ البيم، بيعمل المتطلبات المعلومات الخاصة بالأبوينتد بارتي اللي هي بتبقى موجوده في الاكسشينج انفورميشن ريكويرمنت، بيعمل خطه تسليم المعلومات الرئيسيه اللي هي ماستر انفورميشن ديليفري بلان اللي هنتكلم عنها كتير، بيقدر يعمل صياغه المتطلبات المعلومات توصل لكل طرف ازاي، اعاده وتعيين الموارد زي الاشخاص والعمليات والتكنولوجيا في فريق التسليم، وبيعمل إنشاء مستندات العقد، إدارة والإشراف على تقديم نموذج المعلومات، التحقق إن نموذج المعلومات المقدم هو ده اللي مطلوب في الطلب والطرف الآخر، يفي بالمتطلبات واستخلاص الدروس المستفادة من كل الأطراف المعينة. طيب نبدأ نتكلم على الأبوينتد بارتي. الأبوينتد بارتي مقصود بالديزاين، الديزاينر، الكونتراكتور، السبلايرز، الفندور اللي هو المصممين، المقاولين، الموردين، البائعين، كل الاطراف المسؤوله عن انشاء وتقديم المعلومات او العمل او الخدمات وفقا للعقد اللي هو الابوينتمنت مع الليد ابوينتد بارتي. هو الموضوع كله سهل، لكن بس الثلاث مصطلحات دول هم اللي ممكن جداد علينا، لكن مع الوقت هتلاقيهم سهلين جدا ما فيهمش اي مشاكل خالص. طيب المسؤوليات على الابوينتد بارتي ايه؟ بيساعد الليد ابوينتد بارتي، بيساعد في انشاء البيم اكسشن بلان، بيدي المعلومات اللي ممكن نحتاجها، بيوفر المعلومات وامتى كل طرف يقدمها، بيساعد في انشاء الخطط اللي هي التاسك انفورميشن ديليفري بلان، التعاون في انشاء المعلومات وفق المعايير المعلومات ومتطلباتها، المشاركه في مراجعه نموذج المعلومات زي انفورميشن موديل. بعد كده نتنقل بقى للمصطلح الرابع معانا، البروجكت تيم اللي هو فريق المشروع، كل الاطراف المشاركه في عمليه تسليم احد الاصول اسيت. جزء من فريق المشروع طرف بيتلقى او طرف جزء من فريق المشروع بطرف بيتلقى المعلومات والاطراف اللي بتنشئ المعلومات. طيب بعد كده بنلاقي delivery team اللي هو فريق التوصيل، كل اصحاب
مصلحة الستوك هولدر المسؤولين عن إنشاء المعلومات. فريق التسليم ده اللي هو الديليفري تيم هو ده اللي هيساعد في إنشاء المعلومات. بيتكون الديليفري تيم من الليد ابوينتد بارتي والابوينتد بارتيز اعتماد على نوع العقد، وممكن يكون فريق واحد او اكتر من فريق. طيب في التاسك تيم، التاسك تيم ممكن يكون مسؤول عن اداء مهمه معينه، وممكن يكون شخص او فريق كامل، ممكن يكون اللي هو مهندس انشائي او مهندس معماري او مقاول من مقاولين الباطن.